يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل. أخبار رياضة من الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأخبار كأس أمم أفريقيا. قال مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي إن مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو صعبة ولكنها ليست مصيرية. بلماضي وفي مؤتمر صحفي له بملعب السلام في مدينة بواكي الجمعة أكد استعداد أشبانه لتقديم أداء أفضل أمام الخيول البوركينابية، مشددا على أن عناصر المنتخب الجزائري يتمتعون بتركيز عالي. قلنا بأن أفضل انطلاقة في البطولة هي حصد النقاط الثلاث، وهو الأمر الذي لم يحدث. نحن على موعد مع خوض المباراة الثانية، والهدف يبقى هو تحقيق الفوز، وهذا المبدأ لم يتغير لدينا. كما قلت، الهدف هو جمع أكبر عدد من النقاط خلال كل مواجهة، ونسعى لتحقيق ذلك. مع المجموعة نبقى جد مركزين. صحيح كانت خيبة لنا بعد نتيجة المباراة الأولى، عملنا بشكل مكثف. الآن مركزون على المباراة المقبلة التي ستكون كباقي المواجهات. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وأحسن مما قدمنا في اللقاء الأول. لن تكون المواجهة عادية، ولكن سنفعل كل ما بوسعنا للفوز. في المقابل دفع المدرب الجزائري جمال بلماضي عن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عقب الانتقادات التي طالته بعد المستوى الذي ظهر به في مباراة أنغولا. انتقادات على رياض محرز منذ الزمن، مش اليوم. في 2019 انتقادات كانوا موجودين حتى اليوم. انا من شغل بالصحفيين ولا محللين، مش انا شغل في الميدان مع اللاعبين. ورياض محرز هو أبطال أوروبا، ما عنده ولا مشاكل مع هذوك الانتقادات. احنا نركزوا على الفريق، على المباراة، على الشغل اللي تاع كل يوم في الميدان. بس تشد الأنظار الجمعة إلى ملعب تشارلز كونان باني بمدينة يامسوكرو الذي سيكون مسرحاً لقمة مثيرة بين منتخب السنغالي والكاميروني ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، مواجهة يبحث من خلالها أسود التيرينغا لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، فيما تسعى الأسود غير المروضة لتدارك تعادل الجولة الأولى. على ملعب تشارلز كونان باكي بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية يلتقي السنغال المنتشي بفوزه الأول على غامبيا والكاميرون المحبط بتعادله أمام غينيا مجددا في كلاسيكو سيعيد حتما كل من المدربين أليوسيسي وريغوبرت سونغ إلى ذكرياتهما كلاعبين خلال أمم إفريقيا 2002. بلغة الأرقام يحتفظ الأرشيف الكروي بأربع مواجهات لعبت بين الفريقين، أولاهما عام 1990 بالجزائر وانتهت بفوز السنغال بهدفين لصفر، ليثأر بعدها الكاميرون في ربع نهائي نسخة 1992 بالسنغال بهدف دون رد. ثالث المباريات بين الفريقين تعد الأشهر بينهما، فصراعهما الكروي كان حاضرا مرة أخرى في نهائي 2002 بمالي،
اللقاء الرابع والأخير بين المنتخبين كان بدور الثمانية بالجابون عام 2017 حينما انتصر الكاميرون بركلات الترجيح أيضاً عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليواصل حملته الناجحة في البطولة آنذاك ويتوج باللقب للمرة الخامسة. لا يريد المنتخب السنغالي أي نتيجة تعكر أزهى فتراته الكروية، أما الكاميرون فيسعى لبعثرة أوراق المنافس وتحقيق فوز يبقيها على مقربة من التأهل للدور الثاني. حسم منتخب جزر الرأس الأخضر تأهله إلى الدور أو في صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه اليوم على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي مصر وغانا. وكان منتخب جزر الرأس الأخضر قد فاز في أولى مبارياته على غانا بهدفين لهدف ليكون أول المتأهلين في الصدارة قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام مصر. انتزع المنتخب المصري سهرة الخميس تعادلا مثيرا بهدفين في كل شباب كاكا أمام نظيره الغاني ضمن منافسات الجولة الثانية، وافتتح محمد قدوس باب تسجيل البلاك ستارز مع نهاية الشوط الأول قبل أن يعدل عمر مرموش النتيجة للفراعنة عند الدقيقة 69، وأعاد قدوس التقدم للمنتخب الغاني عند الدقيقة 71 لكن مصطفى محمد أدرك التعادل. هذا ورفض لاعبو المنتخب المصري تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء ما يؤكد تأثرهم الكبير بالنتيجة التي انتهت عليها المواجهة. لعبنا من أجل الفوز، لكن مصر تملك منتخبا جيدا ولاعبين في المستوى. الآن علينا الفوز في مباراتنا القادمة لتحقيق التأهل. هدفنا هو الوصول إلى النهائي والتتويج بالكأس، هذا هو الهدف الذي جئنا من أجله. علينا أن نلعب مباراة بمباراة والتطلع للحصول على النقاط الثلاث في المباراة المقبلة، ثم بعدها التركيز على الفوز بجميع المباريات والتتويج باللقب. لا يمكن تقبل الطريقة التي تلقينا بها الهدف، خطأ فردي كنا قادرين على تفاديه، الآن لا خيار لنا إلا الفوز بالمباراة الأخيرة. أظن أن التعادل منطقي، المنتخب المصري كان قادرا على تسجيل الهدف الثالث مثلما كنا قادرين على فعل ذلك، وأعتقد أن التعادل كان منطقي. حققت نيجيريا فوزا ثمينا بهدف نظيف على كوت ديفوار في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسة المجموعة الأولى، وجاء الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء رفدها ويليام تروست إيكونغ في الدقيقة 55، وبهذا الفوز تقاسم نيجيريا صدارة المجموعة الأولى مع غينيا الاستوائية بأربع نقاط بعد الفوز أو فوز الأخير على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين. بعيدا عن أخبار الكان، حقق المنتخب العراقي فوزا مثيرا على نظيره الياباني بهدفين لواحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا، وفرض المهاجم أيمن حسين نفسه نجما للمواجهة بتوقيعه لهدفي العراق في المقابل بصمة وتارو إندو على هدف اليابانيين، وبهذا الفوز الثمين رفع منتخب سود الرافدين رصيده إلى ست نقاط في الصدارة صدارة المجموعة الرابعة ليضمن بطاقة العبور إلى الدور الثمن النهائي من بطولة كأس آسيا. بصم أتلتيكو مدريد أو بلغ أتلتيكو مدريد ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب مترو أو في درب العاصمة الإسبانية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على وقع التعادل بهدفين مثلهما ليضيف الروخي بلانكوس هدفين في الأشواط الإضافية، وبهذا النتيجة ثأر أتلتيكو مدريد من الريال بعد خسارته أمامه في نهائي كأس السوبر الإسباني. وأنت ترى جماهيرنا بهذه الطريقة،
فمن المستحيل ألا تقدم كل ما لديك. اليوم قدم لاعبون مباراة مليئة بالروح. لقد فهمنا المباراة جيدا وكنا أفضل في الوقت الإضافي، وأعتقد أننا نستحق الفوز. هذا الفوز هو مهم بالنسبة لجماهيرنا من اللعب في الدور القادم. لا أعرف إذا كان من العدل أن يتم إقصاؤنا، لكن أتلتيكو بذل جهدا رائعا. كانوا يقاتلون وينافسون على كل كرة. لا أحد يستحق الخسارة اليوم، ولكن كان الدور علينا هذه المرة، وعلينا أن نتقبل ذلك ونواصل المضي قدما. لا يوجد ما يعنينا لأننا قدمنا كل ما كان مطلوبا منا. كانت مباراة ديربي أخرى، ومثل كل ديربي كانت هناك تحديات، لكنها بشكل عام مباراة حقيقية. في التنس فازت حاملة لقب أستراليا المفتوحة أرينا سابالينكا على الأوكرانية ليتسا تسورينكو ب 6-0 6-0 خلال 52 دقيقة لتبلغ الدور ثمن النهائي، وستلتقي سابالينكا في الدور 16 مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا. ختام أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.